السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده في الوول ستريت جورنال، والنهارده بقول لحضراتكم النهارده طلعوا مقال، لان هم طلعوه تقريبا بيوم بتاريخ 28 من اكتوبر الساعه 10:40 دقيقه، وحيث ان الوول ستريت جورنال يعني باين من عنوانها وول ستريت في نيويورك، ففي فرق توقيت، فهو تقريبا المقال ده نزل بتوقيتهم هو 10:40، ولكن بتوقيتنا احنا تقريبا الساعة 5 صباحا اليوم. النهاردة نزلوا مقال مهم قوي ولازم نتوقف عليه توقف كبير جدا. كتبوا اتنين، واحد اسمه راجيش روي وواحد اسمه دانيال مايكل. ودانيال مايكل ياما كتب مقالات لصالح اسرائيل، وياما كتب مقالات ايضا الى صالح الأوكران والأمريكان طبعا كذلك. فهنا بيتكلم المقال على أن الضربة اللي حصلت على إيران من قبل إسرائيل هي مش بس ضربة إلى إيران، ولكن هي ضربة للروس والسلاح الروسي والسلاح الدفاع الجوي الروسي. واتكلم هنا وقالوا بالرغم من أن إيران بتمتلك أنظمة دفاع جوي روسية زي S-300 وS-400، إلا أن مع هجوم 100 طائرة وإطلاق صواريخ لم تتمكن الدفاعات الجوية الإيرانية وأنظمة S-300 من إسقاط العديد من أو الكثير تحديدا من الصواريخ الإسرائيلية. يبقى هنا أول حاجة بيقول لك عجز الصواريخ الروسية وأنظمة الدفاع الجوي S-300. ذكروا قالوا بالرغم من كده كمان تمكنت إسرائيل من تدمير 3 منظومات S-300 أو 3 منظومات S-300، غير أن كان في شهر إبريل لما إسرائيل هجمت على إيران وضربت لهم برضو منظومة S-300، مع أننا ما شفناش أي حاجة خالص في الهجمة اللي هم بيتكلموا عليها دي، ولكن هم بيقولوا معنى كده أن إسرائيل ضربت 4 منظومات S-300. وبيبدأ بعد كده المقال يتكلم على خسائر S-300 دي في الحرب الروسية الأوكرانية، ويجيب لك أن برضو البطاريات سواء S-300 وS-400 اتضربوا في الحرب الروسية الأوكرانية، وبيبدأوا يتكلموا على S-400 وازاي انها اتطورت وكانت بتواجه منظومة الباتريوت الامريكية، ولما جت روسيا واعلنت عنها كانوا الغرب وحلف الناتو قلقانين، فراحوا الامريكان قالوا لهم بعد اذنكم الحقونا ده روسيا بتعمل كذا. فهنا بيبين قوي مدى التفوق ما بين باتريوت وما بين S-300 وS-400. وبعدها بيبدأ يقولك في بعض الدول اللي بتستخدم الأسلحة الروسية وهم عملاء، يعني عملاء معناها مش عملاء، لا معناها ان هم بيشتروا أسلحة من روسيا، زي قالك بيلاروسيا، فيتنام، الهند، الجزائر، بياخدوا S-300. ولكن الدول دي ما واجهتش حرب وما واجهتش تسليح تقني وعالي زي السلاح بتاع إسرائيل. وبعدها ينقلك المقال وقالوا بس على فكرة برضو النظام بتاع باتريوت اتضرب قبل كده في أوكرانيا، وبرضو تم اختراق أنظمة دفاع جوي في إسرائيل، ده لأن مفيش نظام دفاع جوي قابل للاختراق، مفيش أي نظام درع دفاع جوي غير قابل للاختراق عفوا، يعني كل هو بيقولوا كده ما هو باتريوت عمل كده وكده فعادي، يعني ما هو برضو باتريوت عندنا اخترق وبالشكل ده. فهما لما جابوا سيرة ان مفيش انظمة غير قابلة للاختراق اتكلموا فقط في الجملة دي لما ذكروا كلمة الباتريوت وذكروا كلمة الدفاع الجوي الاسرائيلي. وبعدها اتكلموا قالوا بس بالرغم من كده ما نتوقعش ان ده هيأثر على الصادرات بتاعة روسيا في الوقت الحالي، لان اصلا كده كده روسيا عاملة خزي للناس اللي هي بتشتري معاها، لان كل الصناعات العسكرية اللي هي بتعملها ما بتصدرهاش بل انها بتستخدمها في الحرب الروسية الاوكرانية. ده حتى كمان الصادرات بتاعة روسيا قلت 52% عن سنة 2022. طيب خلينا بقى، الكلام ده في كلام صحيح وفي كلام لازم نتوقف عليه. ليه؟ لان هما بيتكلموا كلام ظاهره عقلاني وظاهره في معلومات، ولكن بيحاولوا ان هما يغفلوا الناس اللي ما عندهاش نظرة عميقة في الامور دي، بيكلموا المواطن العادي فبيصدق الافلام الهوليودية الامريكية، الجندي الامريكي الذي لا يقهر ودايما لازم سوبرمان وباتمان وكل حاجة مان لازم ان هو يبقى امريكي، ما ينفعش ان هو لا اي حد تاني يبقى لا.
اول حاجه اسمحوا لي اقول لكم في التحليل البسيط ده ان في تحيز كبير باين في المقال، لان هو هنا اتكلموا على حاجه وهي تدمير الانظمه الروسيه، كان ايران لا تمتلك اصلا انظمه دفاع جوي تانية غير روسيه، رغم ان ايران عندها انظمه دفاع جوي هي اللي عاملاها. يعني هو المقال اتناول بس S-300 وS-400 الروسيه، ولكن ما اتكلمش مثلا على نظام باور اللي هو مدى 200 كيلو، ولا اتكلموا على نظام خرداد، وده نظام خرداد 15 ده مدى 150 كيلو، ولا اتكلموا على نظام اسمه خرداد سوم. والنظام ده اساسا على فكرة كان اسقط طائرة جلوبال هوك امريكية، كانت طائرة استطلاع في سنة 2019 واستطاعت، وده مدى 105 كيلو اللي هو يعتبر اقصر مدى، وإيران وده صناعة محلية وإيران استخدمته، ورغم كده ما تكلموش على ضرب الأنظمة للدفاع الجوي الإيرانية نهائي. هم مركزين بس إعلاميا، يعني حتى إسرائيل لما اتكلمت نفسها اتكلمت على ضرب أنظمة S-300، وده مبين قوي التحيز الكبير. الحاجة التانية إن مفيش توازن في طرح المعلومة. يعني هم لما اتكلموا على إن روسيا ضربت منظومة باتريوت، رغم ان الكلمة دي غلط والمعلومة دي غلط لاني هتوقف معاكم عليها، وقالوا اصل برضو حصل من عملاء ايران اختراق لانظمة الدفاع الجوي، هما مكسوفين يقولوا على الطيارة الدرون اللي وصلت لغاية شباك اوضة نوم بنيامين نتنياهو، وكسفوا يقولوا على الدرون اللي عملت العشاء الاخير في بنيامينة، هما مرضوش يوضحوا، قالك بالرغم من انه هما كده، بس هو اصل الحقيقة مفيش انظمة دفاع جوي مكتملة تماما. طب وانتوا ليه ما طرحتوش نفس الجملة دي لما اتكلمتوا على تدمير الS-300 واللي حصلت في ايران؟ يعني ليه انتوا بس ركزتوا على ان مفيش حد ما بيضربش غير بس لما اتكلمتوا على الباتريوت؟ هنا هو برضو اتكلموا بشكل على ان كان S-300 دي روسيا تعهدت انها مش هتخترق ابدا وفشلت. بعدين بقى في نقطه مهمه قوي، ان انا فعلا روسيا ليها خسائر في S-300، ولكن في حاجه اسمها في المعركه الظروف التكتيكيه، والسلاح ده ظروفه التكتيكيه، والحاجه كمان اللي هي تشابك انظمه الدفاع الجوي دي مع انظمه الدفاع الجوي الاسرى، بمعنى اني ما اقدرش احكم على سلاح بامكانياته فقط كده لوحده، لا، في حضراتكم الحرب دي بتبقى عبارة عن ظروف تكتيكية من سلاح لسلاح تاني. يعني الظروف التكتيكية للمعركة في إيران تختلف عن الظروف التكتيكية للمعركة في أوكرانيا. يعني ما اقدرش احكم على السلاح واقول ان السلاح هنا ده كان في أوكرانيا بيعمل ازاي وفي أوكرانيا، يعني هقول لحضرتك في حاجة اسمها تكامل وتشابك أنظمة الدفاع الجوي. انا عارف ان هو نفس مدى الصاروخ وهو نفس المدى الراداري، لكن لما بيبقى نظام دفاع جوي بيعمل مع أنظمة مختلفة فدول بيشكلوا مع بعض طبقات حماية، زي هنا في مصر، مصر بتستخدم نظم وطبقات مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي، كل نظام ليه مدى وليه ارتفاع معين، لذلك ما ينفعش في نظام الدفاع الجوي مثلا اني اقول ان اللي احنا مصر عندها نظام دفاع جوي الماني ولا وعندها برضو نظام دفاع جوي روسي انهي الاحسن، لا، كل حاجة فيهم بيبقى المهام بتاعتها والظروف بتاعتها. هما غفلوا النقطة دي. ونقطة بقى مهمة قوي، وهما لما اتكلموا على أنظمة باتريوت وقالوا أصل كان في منظومة ضربت، لا، الحقيقة المعلومة دي غلط. احنا عندنا الروس تمكنوا لحد دلوقتي بشهادة الصحف الأمريكية نفسها من ضرب كتير من أنظمة الباتريوت داخل أوكرانيا، إن كانوا هما بيتفخروا إن هما ضربوا ثلاث منظومات S-300 داخل إيران، وبيقولوا ضربنا واحدة قبل كده وإحنا عمرنا ما شفناها اللي هي الرابعة ديت. تعالى كده نبص مع بعض في جولة من الصحف الأمريكية نفسها. عندنا في CNN، في CNN ذكرت عندنا من سنة 2023، أمامكم أهو، في شهر مايو في 2023 اتعرضت بطارية باتريوت لضربة من هجمة من الصواريخ الروسية. عندنا كمان في الفوربس طائرة روسية بدون طيار قدرت ان هي مع صاروخ روسي، ان هم كان صاروخ اسرع من الصوت، ان هم خرجوا منظومة قاذفة باتريوت عن الخدمة. الكلام ده حضراتكم كان في الفوربس وفي سينت. نيوزويك الاكثر تشددا ضد الروس على الاطلاق، ليهم مقالين في توقيتين مختلفين. المقال الاولاني كان في شهر اغسطس، امام حضراتكم اغسطس السنة دي في 2024،
دمرت روسيا منظومتين، مش منظومة واحدة، منظومتين للباتريوت. جدير بالذكر عشان أقول لحضراتكم إن يعني المنظومتين دولت كانوا في أوديسا ودي في جنوب أوكرانيا. دايما لما بقول منظومة، المنظومة دي ما بتبقاش بس قاذفات، بتبقى قاذفات وبتبقى رادار وبيبقى فيه وحدة تحكم، ده غير كمان لو هي فيها وحدة طاقة زي ديزل أو كده. يعني إحنا عندنا نيوز ويك تتكلم على إن بس في أوديسا اتضربت منظومتين، برضو نيوز ويك عندنا في شهر أكتوبر الشهر ده اتضربت برضو بتعلن عن تدمير منظومتين من الصواريخ في دنيبرو فيسك في أوكرانيا، برضو منظومتين برضو باتري. يعني عندنا دنيبرو بيتروفيسك 2 وأوديسا 2 4 وواحدة في كييف أدي 5 وواحدة كمان بتاعت الفوربس 6. يا سيدي بلاش 6، خليها ب5 وبرضو أنت اللي كسبان في البيعة. نتكلم بقى بشغل الفكاهنية لو هنتكلم بمنطق بتوع الوول ستريت جورنال، يبقى احنا لما نيجي نشوف هنلاقي ان برضو خسائر اوكرانيا كانت كبيرة. طب في بقى كمان نقطة وهم اتكلموا على ان الروس فعلا حجم انتاج الصادرات بتاعتهم في الاسلحة قل بنسبة 52%. ما طبيعي حضراتكم، يعني دولة داخلة في حرب امام 31 دولة او 32 دولة في النيتو، وفي 51 دولة بتدي اسلحة وبتدعم اوكرانيا، فمن المنطقي ان روسيا كل صناعاتها العسكرية تروح لجيشها. طب خلينا نشوف كده ان النهاردة امريكا عاملة ايه في صادرات الاسلحة. هقولك امريكا العكس تماما، امريكا جت في سنة 2023 وعملت مبيعات بنسبة 286 مليار دولار، اي بنسبة 16% زيادة عن سنة 2023، وجت في سنة 2024 وسجلت اللي هي السنة دي امريكا عملت اعلى مبيعات في تاريخها بزيادة 56%. طب مش ملاحظين حاجة ان روسيا نزلت مبيعاتها 52% وامريكا زادت مبيعاتها 56%؟ وانا بعتبر ان ده توازن طبيعي جدا، لان هنا امريكا معظم الحرب الـ 56% الزيادة دي راحت لمين؟ هي لو تيجي تقرأ اهو من الصحف الامريكية كمان حضراتكم هتلاقوا ان الزيادة دي في تصدير الاسلحة الى اوكرانيا وتصدير الاسلحة الى دول اوروبا وتصدير الاسلحة الى اسرائيل، وهو ده نتاج الحرب واشعال الحرب اللي معمولة مفتعلة من امريكا. ان النهاردة الصناعات العسكرية شغالين بشكل كبير كله على الشعوب، الدمار يحصل والناس تموت مش مشكلة، بس زيادة المبيعات الأمريكية عالية 56%. بص الروس الروس أصلهم بس نزلت مبيعاتهم 52، ما المبيعات دي نزلت عشان واقفين أمامكم أنتم، عشان واقفين أمام التصديرات الأمريكية. ده اللي النهاردة حضراتكم أوكرانيا بتاخد أسلحة قد كده من مبيعات السلاح الأمريكي. ما هو مين اللي بيشتري حضراتكم؟ هو حضراتكم فاكرين إن الحكومة بتاخد كده تروح لشركة تسليح أمريكية وصناعات أمريكية تقول لهم يلا دون السلاح، لا يلا الأوكرانية أصلحنا بدينا المساعدة. الحكومة الأمريكية هي اللي بتقترض وبتشتري من المصانع الأسلحة اللي عندها، وما البتوع مصانع الأسلحة هيطلعوها كده الأوكرانية عشان خاطر سواد عيون زيلينسكي، ولا عشان مثلا هو عايز يناسبه فعجبه مثلا الأخت عايز يروح يتقدم لها بعد الحرب ولا حاجة. ما هو طبيعي الحاجات دي الأمريكان هم اللي بيدفعوها من جيوب المواطن الأمريكي. وبالتالي ما جت بقى الدول الأوروبية وشافت حجم الضرب والحرب راحت رايحة لأمريكا، الحقينا أرجوكي بايدن، طب هفكر حاضر، طب أنا هديكوا سلاح. فمن هنا الإسرائيل خد سلاح، ده خد سلاح، ده خد سلاح. فالنهاردة المقال ده المقال صحيح بنسبة 100%، بيقول معلومات صحيحة، ولكن في نفس الوقت بيغفل عن معلومات هامة جدا لازم المواطن العادي يبقى عارفها. اتضربت 4 أنظمة S-300 في إيران، حسب لو افترضنا ان الكلام ده صحيح، اتضربت، ولكن ده مش معناها ابدا ان دي هزيمة للسلاح الروسي. بس ده بيركز لنا في حاجة مهمة قوي، المقال ده يركز ان النهاردة اصبحت امريكا والنيتو واسرائيل في كفة وروسيا وبعض الدول الاخرى في كفة. يعني خدوا بالكم هما انا لما اتكلموا على قالوا الزباين او الدول اللي بتشتري سلاح من روسيا صنفوه، قالك روسيا وبيلاروسيا وفيتنام والهند والجزائر، وكأن الدول دي معمولة كأنها كده بلاك ليست عند الدول بتاعة النيتو. احنا النهاردة حضراتكم لما نشوف هنلاقي ان صراع الحرب الروسية الأوكرانية مش عبارة عن صراع عن الأرض نهائي، ده عبارة عن حرب، عبارة عن صراع عن الموارد، وهي تكسير العظام، حرب تكسير العظام. روسيا هي ومجموعة من الدول
رافضين سياسة أمريكا بالهيمنة الوحيدة على العالم. لذلك الصراع ده أنا مش متنبئ، برغم أن أنا أصلا في أصل الفيديو بتكلم عن حرب إسرائيل وإيران والضربات اللي حصلت، ولكن إحنا لقينا نفسنا بشكل غير متعمد بنتكلم على الحرب الروسية الأوكرانية، لأن أنت لو بصيتوا في عمق الأمر هتلاقوا أن الصروف كلها متشابكة، وده اللي ربنا يستر لأنه ممكن يصعد الدنيا بشكل أكبر. بشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. سلام عليكم.